روى الإمام النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خرج يعس في المدينة ليلا فرأى نارا موقدة في خباء، فوقف من بعيد وقال: يا أهل الضوء، وكره سيدنا عمر أن يقول يا أهل النار. اختيار الكلمة الحسنة. كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مزرعة في المدينة، وكانت المزرعة مجاورة لمزرعة يملكها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. في ذات يوم دخل عمال مزرعة معاوية إلى مزرعة ابن الزبير، فغضب ابن الزبير وكتب لمعاوية في دمشق، وكان بينهما عداوة، يقول: من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد، أما بعد فإن عمالك دخلوا مزرعتي فمرهم بالخروج منها، أو فوالذي لا إله إلا هو ليكونن لي معك شأن. وصلت هذه الرسالة النارية لسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان من أحلم الناس ويحسن أن ينطق الكلمة الحسنة، فكتب إلى ابن الزبير يقول: من معاوية ابن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين، أما بعد فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لسلمتها إليك، ولو كانت مزرعتي من المدينة إلى دمشق لدفعتها إليك، فإذا وصلك كتابي هذا فخذ مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك. لما قرأ ابن الزبير الرسالة بكى حتى بلها بالدموع، وسافر إلى معاوية في دمشق وقبل رأسه وقال له: لا أعدمك الله حلما أحلك في قريش هذا المحل. جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال لها سيدنا عمر: نعم الرجل زوجك. وكان في مجلسه رجل يسمى كعبا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه. فقال له: كما فهمت كلامها احكم بينهما. قال كعب: علي بزوجها. فأحضر الزوج، قال له: إن هذه المرأة تشكوك. قال: أفي أمر الطعام أم الشراب؟ قال: لا، بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك. ثم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أدري من أيكم أعجب، أمن كلامها أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك البصرة. أيها الإخوة، ما أحرانا أن نعد خير الكلام كما نعد خير الطعام، وما أحرانا أن نختار أطيب الخطاب كما نختار أحسن الثياب، وإن المرأة لأصغريه قلبه ولسانه.